دلوقتي هنعمل مع بعض الشوكليت سبريد او الشوكولاته اللي بتتباع في البرطمانات، وبتعمل بقى منها حلويات كتير، وبتعمل منها سندوتشات وبيحبوها الكبار والصغيرين. النهارده هنعملها بطريقه حلوه جدا، اقرب حاجه للطعم الاصلي للشوكولاته السبريد دي. طيب علشان نعمل الشوكولاته السبريد البيتي عايزين 3/4 كوبايه سكر ناعم، عايزين كوب بندق محمص، نص كوبايه كاكاو خام اللي هو الكاكاو اللي من غير سكر، 1 معلقه كبيره حليب بودره، من 3 ل4 معالق كبيره زيت، واللي انتوا عايزينه بقى علشان التقديم. طيب كل ما استعملنا نوع الحاجتين، كل ما استعملنا الكاكاو نوعه كويس، وكل ما استعملنا البندق متحمص فريش، كل ما هتطلع معاكو النتيجة أحلى. إحنا مش بنقول إن دي أوفر من اللي موجودة في السوق، إحنا اللي بنقوله إنها بديل للي موجودة في السوق، ممكن تكون بنفس التكلفة بس على الأقل بمكونات إحنا جايبينها وإحنا عارفينها هي إيه بالظبط، فبالتالي إحنا بنقدر ناكلها بمنتهى البساطة. فأنا مش بقول إن دي أوفر منها، أنا بقول إنها بديل ليها. تمام، أول حاجة عندنا البندق المحمص اهو هنحطه هنا، ودي اول حاجه هنعملها، نحط البندق المحمص هنا ونبتدي نطحنه تماما، يعني عايزه اضربه لغايه ما يبتدي يطلع الزيوت اللي فيه. لو ما طلعش الزيوت اللي فيه، وده بيكون بسبب ان اللي بضرب فيها مش قويه كفايه، لان طبعا دي بيبقى في مكان مخصوص ليهم، يبقى هنساعدهم بشويه زيت، هنساعد البندق انه يطلع الزيوت اللي فيه بشويه زيت احنا نضيفهم. خلينا نحط دلوقتي ونشوف. تعالوا نشوف كده وصلنا لايه. شوفوا، مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزينه مطحون ومطلع زيوت. خليني احط له نقطه زيت، تقريبا حطينا معلقه كبيره من الزيت، وخلينا كمان نحرك الجناب كده نساعدها تنطلق. تمام جدا كده، بس انا برضو عايزاها انعم، فاحنا الزيت كده كده هنحطه، بس احنا لما بنحطه في المرحله دي احنا بنساعد البندق انه يبقى ناعم خالص، ده اللي احنا عايزينه. هايل، شايفين؟ معلش هي عايزه طوله بال شويه، لانه احنا عايزينها زي اهي. بصوا بقى، هو ده اللي انا عايزاه، شفتوا اهو، هو ده. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد بقيه المكونات اللي عندنا، عندنا الحليب البودره، عندنا السكر البودره، والكاكاو يا جماعه خام، وزي ما قلت لكم كل مكان. خلينا نحط بس السكر ده كده وندوق، مش لازم تحط كل العيار على فكرة. الكاكاو كل ما كان نوعه حلو، كل ما كانت الوصفة بتاعتنا ناجحة، لأن هي أصلا الوصفة يعني اللي طعمها من الكاكاو ومن البندق. يا سلام يا سلام، ملاهي لما خفيف الكبة دي. يلا هنحط بقية بقى الزيت اللي عندنا، والزيت يا جماعة ده الايه بقى دلوقتي، يعني الزيت ليه دورين،
دور علشان يساعد البندق انه يطلع الزيوت اللي فيه، والدور التاني انه يديني القوام اللي انا عايزاه. فانا اول مرة ضفته للبندق كان علشان خاطر اساعد البندق، وتاني مرة دلوقتي ضفته عشان ابتدي اشوف القوام اللي انا عايزاه عامل ازاي. يعني اضيف شوية كمان ولا كفاية كده ولا ايه؟ هتدخل التلاجة هتجمد وهتبقى زي بتاعت السوق بالظبط بالظبط، بس تدخل التلاجة. طبعا هي لسه دلوقتي ما دخلتش، بس اول ما تدخل او تدخل على طول الزيت اللي فيها هيجمد وهيبقى زي ما انتوا بتجيبوها من بره بالظبط.